أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في رحمات كتيرة في الحياة، لكن فيه رحمة ما ينفعش نغفل عنها أو ننساها أو حتى نهملها. يا ترى إيه هي الرحمة؟ هي الرحمة بالوالدين. الرحمة بالوالدين، سواء كنت شابا كبيرا في السن، بنتا، عليك أن تهتم بوالديك. طب إزاي نرحم الوالدين؟ ربنا سبحانه وتعالى وصانا وصية عظيمة في القرآن، وهو قانون رباني بالرحمة بالوالدين. وأيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصانا بالرحمة بالوالدين. تعالوا بنا نشوف إيه هو القانون الرباني في القرآن، وما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة بالوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان هو الرحمة، هو المودة، هو الحب للوالدين. إحنا بنسمع الآن في هذا الزمان شاب يضرب أباه، وشاب آخر يهين أمه، وشاب آخر يهمل والديه، لا يسأل عن والديه، انشغل بالحياة، انشغل بأولاده وبعمله، ونسي أباه ونسي أمه. علينا أن نهتم بالأبوين. الثواب الذي يأخذه الإنسان بسبب رحمته بوالديه عظيم عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنت عايز ربنا يرحمك في الدنيا، عليك أن ترحم والديك. لو أنت عايز ربنا يوسع رزقك، يبقى لازم تهتم وترعى والديك. لو أنت عايز ربنا يفك كربك، يبقى لازم تهتم وترعى والديك. رحمة الوالدين لا بد وأن تكون في قلبك وفي عقلك في كل وقت. الوالدان رضاهما في رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا أرضيت والديك فقد أرضيت الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا نشوف الثواب العظيم اللي بياخده الإنسان لما بيهتم بأبيه وبأمه. جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يذهب معه إلى الجهاد، إلى الحرب، إلى المعركة. فماذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يا سبحان الله، جهادك في أبيك وفي أمك واهتمامك بأبيك وأمك يساوي الجهاد في سبيل الله. هذا يدلنا على شيء، على أن الاهتمام بالأبوين. هل تسأل عن أبويك في كل يوم؟ هل تقدم لهم الدواء والعلاج عند طلبهما؟ هل أهديت لأبيك مرة هدية؟ إذن عليك أن تسأل عن أبويك صباحا ومساء، ليلا ونهارا. أنت تعيش في الدنيا ببركة والديك، أنت تسعد في الدنيا بسعادتك لوالديك. والله لو أسعدت والديك ورحمت والديك لجاءتك السعادة وجاءك الفرج وجاءك الهناء، وبارك الله لك في رزقك وفي أولادك وفي حياتك. انظر معي أيضا إلى قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعلمنا الرحمة بالوالدين والاهتمام بهما ورعايتهما وأن نسأل عنهما دائما. للأسف نحن نسمع كثير من الشباب لا يقدم ولا يؤخر لأبويه أي شيء. عندما تشغله الحياة، عندما تشغله الدنيا، ينسى والديه وينسى أبويه. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أي الأعمال أحب لله؟ ربنا بيحب إيه من الأعمال؟ فالنبي قال له إيه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله. إذن رعاية الوالدين ثوابها عظيم عند الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوالدين. ارحم والديك، راعي والديك، اهتم بهما، اجلس تحت قدميهما، لا تغضبهما، ارحمهما يرحمك الله في الدنيا والآخرة. واعلم
حتى بعد الممات عليك أن ترحمهما بالصدقة عنهما بالدعاء لهما. كن الولد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. الأب ترفع درجته في الجنة فيقول ما هذا السبب؟ لماذا رفعني الله هذه الدرجة؟ يقال له بسبب دعاء ولدك أو بسبب استغفار ولدك لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.